ودلوقتي نعمل مع بعض حلو النهاردة القطايف بالشوكولاتة اللي هنستعمل فيها دارك شوكولات الداكنة الناعمة الغير مرة. هبتدي اقطعهم مربعات صغيرة. أول حاجة هعملها هي العسل أو القطر. نحط المية والسكر وعسل وقش برتقال وعود قرفة وحبهان، وهنسيبهم على النار يغلوا، وبعد ما يغلوا نسيبهم على النار لمدة 5 دقايق، وبكده يبقى القطر بتاعنا جاهز. هشيله من هنا وأحطه على نار تانية على جنب، وأجيب حلة تانية اللي هسخن فيها الكريمة. أول الكريمة ما تغلي هحطها على الشوكولاتة وأقلبها معاها لحد الشوكولاتة ما تسيح. أوكي، دلوقتي هاخدها وأحطها فوق الشوكولاتة. زي ما احنا شايفين الشوكولاتة على طول بتدوب، بنقلبها مع الكريمة وبنعمل خليط من الشوكولاتة والكريمة بيبقى زي الجناش. الخليط بقى جاهز، بنحطه على جنب لحد ما يبقى بدرجة حرارة الغرفة، وبعد كده بندخله التلاجة علشان يجمد ويمسك نفسه، وبعدين بنبتدي نشكله على شكل نص هلال صغير بحجم القطايف اللي هنحشيها. لو هنحشي قطايف كبيرة هنعمله بحجم نص هلال كبير، لو هنحشي قطايف صغيرة بنعمله بحجم نص هلال صغير. هجيب اللي انا محضرهم اوريدي في التلاجة واجيب القطايف اللي هنحشيها اللي هي جنبي. انا جايبه قطايف من اللي هي حجم الوسط، وبالتالي ببقى عاملاها بحجم نص هلال بحجم نص القطايف دي. هجيب الجناش اللي انا محضراه بحجم نص الهلال اللي هي بحجم نص القطايف دي.
هاخد واحدة من القطايف واحط جواها حشو الجناش وابتدي اقفل عليها بالشكل ده. واتأكد ان انا قفلت عليها كويس واكرر مع بقيت القطايف اللي عندي. ولان الشوكولاتة طبعا هتسيح بسرعة مع القلي في الزيت السخن وانا مش عايزة ده يحصل بسرعة لاني مش عايزة الشوكولاتة تطلع برا القطايف وعايزة القطايف من برا تقرمش وتعمل طبقة عزلة علشان القطايف عشان الشوكولاتة ما تطلعش برا القطايف. فالقطايف دي بعد ما اجهزها هدخلها الفريزر وبعدين اقليها. فالاول هتلجها وبعدين هقليها. انا محضرة قطايف من قبل كده حطها في الفريزر هجيبها علشان نقليها مع بعض. اجيب كمان العسل او القطر اللي محضراه من قبل كده عشان اطلع القطايف من القلي على العسل البارد، لان زي ما احنا عارفين القطر يا اما هو يكون بارد والحاجة اللي قلناها سخنة او العكس صحيح. وهجيب كمان بول اطلع فيه الزيت باين انه بقى جاهز. احط القطايف ونطلع القطايف نحطها في العسل أو في القطر. نقلبها. نطلعها من العسل نحطها في بول وبعدين نبتدي نوضبها في طبق التقديم.
وبكده نكون خلصنا حلو النهارده القطايف بالشوكولاته اللي عملناها مع دارك شوكليت، وان شاء الله تكون عجبتكم.